مش شرط ساعة برضه نوم. هي يعني ساعة ممكن نوم. نعم يعني ممكن هي وانت يعني زي باي لحظه تنتقم منك باي شيء. ليش؟ لانه انت انت مديت ايدك عليها. وعلى فكره مده ايد هاي صعبه جدا حتى على اي امراه، ما بصير انه واحد يمد ايده على امراه، لكن اذا صار هذا الشيء مع الفلبينيه لا فصعب جدا ترجع الامور لطبيعتها. مع انه هي من النوع اذا انت يعني الناس الدول العربية وكذا هيك إذا ما يصير مشكلة مع زوجته أو كذا هيك إذا بعد ما يحلوا بيروح يجيب لها ذهب، بيروح يعني يجيب لها الأشياء القيمة اللي هي ممكن ترضى عليها. طبعا مش كلهم لكن الغالبية العظمى من الفلبينيات بحبة حلو أي شيء بسيط، عزومة صغيرة برا ترى ترضى، يعني قلبهم طيب، قلبهم هذول من نوع البشوشين بدها ترضيها مراضاة بسهولة. سهلة مراضاتها. لكن يعني اعرف كيف، ما احنا حكينا بداية اعرف كيف شو طبعهم، اسأل الناس اللي عندهم خبرة كيف أتعامل معهم كيف كذا. هم النساء يعني أنا بقول لك لسه هم لسه أهون بلا والله، لو تزعل مع واحدة من أمريكا أو من هذول عندهم الجنسيات أو الدول الكبيرة والله صعب جدا. أي والله بالعكس بتوكلك، هذول لسه يعني عندهم فيهم نوع من أنواع الطيبة والبشاشة وبيقدروا يتقبلوك. لكن انك انت كمان تيجي، ما احنا بنحكي العناد هذا صار ادى الى المشاكل. وزي ما تفضلت انت الشخص اللي حكيت عنه او النموذج اللي حكيت عنه كان يفقد الصلاه وكيف، لا ليش؟ طيب يعني انا زوجتي ما هي بالك اسلام، واول ما اخذتها كانت يعني الغالبية اول بيكون بالك إسلام. طيب بالبدايه وقبل ما اروح على الدول العربيه والله احنا عندنا هيك كذا وعندنا كذا، وسنتين خلال سنتين اعرف شو طبعنا كذا. رحنا هناك واجهت انا كمان صعوبه لانه انت انتقال ثقافي لثقافي. يعني انا كيف يعني من هون من الفلبين رايح على ايش الدول العربيه عربيه، وعندنا احنا يعني زي ما حكينا دوله محافظه. فواجهت انت في المجتمع طبعا بالبدايه انه انت متزوج فلبينيه، انك انت كذا انت كذا، لكن شهاده الجميع يعني خلال فتره بسيطه صار تاقلمت مع المجتمع، بل الكل صار يمدح والكل صار يعني سواء احنا المتزوجين انا واصحابنا يعني المستمرين. ليش؟ لانه انت اصلا كمان الزوج له دور كبير انه يا عمي هاي زوجتي ما حد يتدخل، اللي بدكم اي شيء انا موجود هنا، اللي بدكم اياه انا حاضر، لكن هاي زوجتي لها وضعها لها كذا، وهم بقى بقدروا انها المرأة غريبة. ومجتمعاتنا بحبوا يتعاملوا مع اي غريب في الاردن في مصر في لبنان في هاي الاماكن في الدول العربية بحبوا انهم يتعاملوا معهم بكل حسنى. بقول لك انا بكسب في اجر والله هذول غريبين غريبين تركوا اوطانهم ويجوا هون يعيشوا معنا. وهاي بتلاقيها ترى كثير كثير بتلاقيها يعني حتى الشعب العربي شعب طبعا ما بحكي على نماذج أخرى ممكن تكون قاسية، لكن عامة واللي أنا شفته كثير بتقبلها. لكن بالعكس إنه المرأة لن تتقبل حدا، أكيد بظني أكررها إنه حدا يتدخل في حياتها من مكان يكون، أنت زوجي أنت مسؤول عني ما بدي حدا يجي يتدخل، أنا مستعد أني أنا أتعامل مع أي حدا بكل احترام، أما يعني مين اللي بيتدخل في حياتي؟ لأن صراحة شفت نماذج، أنا شفت نماذج من ناس كانوا يتدخلوا في الحياة وكانت المرأة صابرة الله العظيم صابرة يعني على الأسى اللي هي فيه بس عشان خاطر زوجها وبناتها أو أولادها يعني. فهاي الأشياء يعني تجبرها على شيء ما بتحبه أو تصرخ عليها تحرجها قدام ما الآخرين هو اصلا أو مع الفلبينيين ما عيالهم. بيستحملوش، الفلبينيين ما بيستحملوش الصراخ اساسا. وده اصلا احنا صوتنا بسم الله ما شاء الله عليه، لا اصواتنا كمان بسم الله. الإهانة 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 إنك تهينها عن قصد ولا غير قصد، أو إنك تحكي شيء يعني مثلا إنه شو اسمه تروح أنا بحبش فلان فلان لما تشوفه أهلا وسهلا وكيف حالك وكذا وكذا، ترى هي أحيانا ممكن تقول لك طب ما تحبوا هذا ليش تروح هيك؟ تقول لها خلاص إحنا هيك عادتنا. لا لا تواجهك تقول لك لا يعني أنا يعني هي طريقة بصارحوك بكل صراحة ليش أنت هيك يعني، طب انت هذا الشخص ما بتحبه كذا، اقعد عاد فهم اقعد عاد تتقبل وتصير تقول طب انت ليش عنيدة؟ هي مش عنيدة، هي حاول توصل لك فكرة انه يعني انا بعطيك نموذج بسيط يعني
الحل يعني شوف، تتخلص من العناد أهم شيء، لا تسيئها لا تهينها، احكي لها كل شيء بدك إياه بشكل مباشر وبتقبله. بعدين لا تحكي لها فورا ترى اف انت مخطئة انت غلطانة او كذا فورا مباشر، لا ما بتقبلوش الموضوع ده. لا لا، بدها سياسي، هاي بدها انه والله لا انا شفتك عملت كذا كذا، لكن انا الموضوع يكون افضل هيك كذا، فهيك بتقبله بتقبله جدا. على فكرة ترى يعني صينهم يعني فيهم عناد لكن قلبهم طيب جدا، واذا حبوا ازواجهم بيخلصوا لابعد الحدود لابعد الحدود. هذه معروفة. نعم هذا دي رايي دي انا، يعني هاي الشيء يعني اطلت عليكم، لكن هذا لا 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 لا، ما اطلتش ولا حاجة، نحن مستمتعين بكلامك. الله يبارك فيك. طيب بالنسبة للأستاذ سامر، يا مرحب وأهلا وسهلا. أنا ما رضيتش أقطع الأستاذ أسامة لحد لما أنت إيه يعني إيه الأستاذ أسامة يخلص براحته، وبعد كده أرحب بيك. منور يا معلم، منور يا معلم، وأديك واحدة كلاب. منورين بجوزكم، حتى انا ما حبيت احكي السلام عليكم عشان ما اقطعش حديث استاذ اسامه. ايوه انا عوضتها لك قبل كلاب، اهو يعني عملت لك تسقيف بقى، تسقيف حار وبتاع الكلام ده. ف الله يخليك يا استاذ سامر، الله يخليك. ف انت ايه رايك بقى يا عم سامر؟ انت ايه رايك في الكلام، ولا انت مش حاضر معانا على الموضوع؟ انت خلي بالك انت مخصوم منك نص يوم. ها انت لا قبل اي شيء انت مخصوم دخلت منك نص متاخر، يوم. ايوه مخصوم دخلت منك نص متاخر يوم. سمعت بس حديث الاستاذ اسامه على الموضوع عن الزوجه العناد وعن الزوجه العن انت ايه رايك في موضوع بقى، هل الزوجه الفلبينيه عنيده ولا مش عنيده؟ جدا راس يابس جدا، انا بعاني من هالمشكله هاي. طب ما تقول يا باشا، طب ما تحكي بس يا باشا، قول. ما احنا ما نقولكش تحكي في حاجات شخصيه، لا انا بقول لك العناد اللي بيحصل معاك، تمام؟ هل انت بتقابله ازاي؟ بتحاول تغيره ازاي؟ تحاول تعمل كذا يعني؟ هل كلهم كده؟ هل انت شفتهم كلهم كده ولا ايه بالظبط؟ بالنسبة للمعاملات اللي بتعامل معها مع الفلبينيين، نعم أغلب اللي بتعاملهم يعني فينا أقول لك 90% اللي بتعامل معهم عنيدين، رأسهم يابس جدا لأتفه الأسباب يعني. بس بيني وبين زوجتي نحن متفقين، أنا بعرف هي بتعرفني إن أنا عنيد وهي عنيدة، فعشان ما تكبر الليلة ويصير حرب عالمية أنا رابعة دماغي مصفحة يا بنت الحلال. أنت بتقول لها أنا بالضبط دماغي نحن مصفحة. متفقين، نحن متفقين على مناقشات عن الموضوع، هي ضد وانا ضد، بس عشان نوجي حل للموضوع يعني لازم نلاقي حل. هي اغلب الاوقات بنلاقي حل، يعني لازم واحد ينزل يتنازل عن قراره، لازم يتنازل. لو ما في تنازلات بالحياه الزوجيه، الحياه الزوجيه ما راح تستمر. فلا مرات انا بتنازل، مرات هي بتتنازل. Thank you.